الجيش السوري الحر، كذيبة أبي عبيدة عامر بن الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الجيش السوري الحر، دمشق، قريب دمشق. أما بعد، عملا منا ومنعا لحدوث مجزرة كبيرة جدا في الغوطة الشرقية بدمشق بكامل بلداتها وقراها، حيث يمهد نظام لاقتحام الغوطة بشكل عنيف جدا جدا، حيث من الصباح الباكر يقوم بقصف عنيف جدا على هذه الأحياء بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، بما فيها الطيران الحرب ميج 21 والحوامات والمدفعية والدبابات، مستغلا تشغل العالم بما يحدث في حي بابا عمر الجريح. لا يزال القصف مستمرا حتى اللحظة، حيث دمرت العديد من المنازل بشكل كامل وهدمت بمن فيها، واستشهد العشرات من الناس وجرح الكثير بينهم أطفال ونساء، وخربت المزارع، وكل هذا ولم تدخل قوات الأسدية. أما بعد، فلنناشد جميع الهيئات الثورية بالتصعيد الإعلامي الفوري المستمر وإبلاغ أعضاء اللجنة العربية فورا لمنع حدوث كارثة إنسانية في المنطقة، ونبين لكم ما يلي للمساعدة والإيضاح. تقوم قوات الفقراء وقوات الحرس الجمهوري بالدخول من أربع محاور. المحور الأول، تأتي تعزيزات ملعب العباسيين، طريق إنتاج محموري الأشعري، ومن ثم قسم يدخل إلى حوش نصري، وقسم الثاني يدخل إلى الشيفونية. يوجد سرية النقل ويخفون فيها قوات المدرعات، حيث يوجد فيها بير دي ام وبي ام بي ودبابات تي 65 وتي 72. وننوه أن هذا المكان العسكري ليس مخصصا للمدرعات، وإنما يستخدم الآن لإخفائها من المراقبين. المحور الثاني، عن طريق اتصالات حلب إلى منطقة مفرق الصمادي بدوما، حيث يوجد لأول حاجز أمني بين العيار الثقيل يوم دخول القوات الأسدية بقيادة المخابرات الجوية والأمن العسكري. المحور الثالث، عدل عن طريق المنطقة الحرة، حيث يتم أحيانا إدخال المدرعات إلى هذه المنطقة لإخفائها هنا. الطريق يصل إلى الريحان، حيث المزارع التي قصفها بشكل عنيف اليوم. المحور الرابع، الدخول من الحرس إلى دارة المركبات، حيث يتم خروجهم من فرع المخابرات الجوية وإدارة المركبات، ومن ثم إلى سوق الهاد بدوما، ومن ثم إلى الغوطة. لذلك تم إغلاق حرس ودوما بشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تاريخ صدور البيان 27/12/2011.